بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الفقرة من التغطية المتواصلة والمباشرة لقناة المغاربية، تغطية لفعاليات الحراك الشعبي في الجزائر والمستمر منذ 22 من فبراير الماضي. نتحدث اليوم في مرحلة حاسمة من هذا الحراك. اليوم تقرر السلطة، كما كنا نرتقب، بإجراء رئاسيات وصفت بأنها رئاسيات الأمر الواقع، رئاسيات صاحبتها مظاهرات عارمة وفي كل ولايات الوطن رفضا لسياسة الأمر الواقع. في الأخبار، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إن النسبة الوطنية للمشاركة في هذه الرئاسيات بلغت 33% بحدود الساعة 17:00 مساء، معتبرا أن هذه النسبة المسجلة مرضية جدا لما يحاط بالعملية الانتخابية من ظروف. ولا نعلم ماذا كان يقصد شرفي بكلمة الظروف، وتأتي هذه الانتخابات الرئاسية بعد نحو 10 أشهر من حراك شعبي واسع وغير مسبوق أسفر عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإسقاط عهدته 17، ثم إسقاط رئاسيات السلطة والتي كانت مبرمجة في 4 جويلية الماضي. وتأتي هذه الرئاسيات أيضا وسط رفض شعبي واسع ترجمه الحراك الشعبي بمظاهرات عارمة عمت المدن كما أسلفت، ووسط تقييمات لجهات مستقلة عن عزوف كبير عن الاقتراع. نتحدث عن هذه الرئاسيات ونذكر بحملة الاعتقالات وممارسة العنف الممنهج من طرف قوات الأمن بأوامر من السلطة ضد المتظاهرين اليوم. إذن صراع الإرادات بين الشعب وسلطة الأمر الواقع مستمر، واليوم كانت أحد أوجهه ليس إلا. نتابع هذا التقرير. ولتتأكدوا أن اليوم هو تاريخ 12 ديسمبر، نذكر أن اليوم قد انتخب ناصر بوتفليقة وانتخب بالوكالة على أخوه الرئيس المعزول الذي عزله الشعب الجزائري. استفتاء شعبي عارم تشهده كل ولايات الجزائر اليوم، ولكنه ليس في مراكز الانتخاب التي اختارت السلطة الفعلية أن تخصصها لمزحة 12 ديسمبر المفروض على الشعب. استفتاء في الهواء الطلق عبر فيه الجزائريون مثل ما دأبوا على ذلك منذ 22 من فبراير المنصرم على رفضهم القاطع الانتخابات خارج مطالبه واهتماماته، وأعرب عن إصراره وعزمه على مواصلة الثورة الشعبية السلمية حتى النصر. اليوم صندوق واحد حظي باهتمام الجزائريين ونال شرعية حضورهم، إنه صندوق الشارع، حيث يثبتون بأصوات حناجرهم وبمحتويات شعاراتهم أنهم ينتخبون جزائر المستقبل، جزائر مختلفة عن التي تنظم سلطتها اليوم مسرحية انتخابية وتصدقها. فبعد ليلة كانت مشحونة بحضور الجزائريين وغضبهم في أغلب شوارع المدن، اصطبح الجزائريون على مراكز انتخاب فارغة وموحشة لم تمنح فرصة لإعلام السلطة لإبراز قاصديها، فذهب يبحث عنهم في صور مفبركة تعلن عن إفلاس المنظومة الحاكمة سياسيا وإعلاميا. سلطة كشفت كل أوراقها، وكان هذا الموعد هو آخر مطافها لتحصد فشلها وعجزها وغضب الجزائريين عن مسارها. لقد أكرم يوم الامتحان هذا الثورة السلمية الجزائرية وأبان وجهها البهي وإصرارها اللامتناهي على المضي قدما لتحرير البلاد والعباد. وأهان اليوم هذا الامتحان السلطة الفعلية الفاسدة المستبدة ومعها أذرع التعتيم والتضليل. أوراق الثورة الشعبية أثبتت هذا اليوم أنها كلها رابحة، أيا كان خيار السلطة التي فضلت أن تجتر نماذج الفشل بكل هفواته التاريخية. فقد انتهى الدرس وانتصرت الثورة واستعاد الجزائريون استقلالهم ودولتهم ونجم السلطة في أفول يوما بعد يوم.
التقرير للزميل عبد السميع عبد الحي. نوافيكم خلال هذه الفقرة وخلال التغطية بكل المعلومات التي تأتينا حول نسبة المشاركة التي تعلنها سلطة الأمر الواقع في الجزائر. ينضم إلي في هذا النقاش عبر خدمة سكايب من باريس الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي الأستاذ مصعب حمودي. أرحب بك أستاذ مصعب. وعبر الهاتف من الجزائر رئيس حزب جيل جديد أستاذ الدكتور سفيان جلالي. سفيان جلالي، أبدأ معك من الجزائر، كيف تابعت أطوار هذا اليوم؟ مساء الخير. اليوم مرة أخرى شفنا الشعب الجزائري خرج بقوة مرة أخرى في عدد كبير من المدن، وشفنا كذلك أن هنالك مناطق كبرى واسعة لم تصوت اليوم، ومهما كان الرئيس الذي يأتي يعني بفرض على الجزائر سيكون بشرعية ضعيفة جدا وتعقد كل الوضعية في المستقبل القريب. ولكن في نفس الوقت لازم نقول أنه انتهت مرحلة أولى، مرحلة الحراك منذ 22 فبراير، وندخل الآن في مرحلة أخرى. والآن كل الأمل تاعي هو أنه في السنة الأولى هذه تاع الحراك، وإن ربما ما كناش محضرين نفسنا كأحزاب سياسية كجمعيات كنقابات إلى آخره، ولكن بعد سنة نظن هنالك خبرة الآن. والأمل تاعي هو أن تكون الآن نقلة نوعية للعمل النضالي، نمر من العمل الفردي وحتى ولو كان بشجاعة وجرأة وعمل جاد، ولكن ننتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، لأن في نهاية الأمر إذا حبينا نأسس معارضة تكون قوية. والآن تحت ظل هذا الوعي الجديد للمواطن والالتزام تاع الشباب والطلبة والإرادة الجديدة، بهذا راح نبني مستقبل. مهما كانت الأمر مستحيل أن نرجع إلى الوراء، مستحيل أن نرجع إلى عهد البوتفليقي. والآن هنالك إمكانيات. نعم، الجزائريون في هذه النقطة بالذات، يعني الجزائريون خرجوا كما قلت بشكل غير مسبوق غير متوقع عددا وعدة، وفي كل الولايات يبدو أن الحراك أيضا سيمضي في خطته، يعني بغض النظر عن هذه الرئاسيات. قضية مخاطر فرض رئاسيات بالقوة كيف تراها؟ لا، لازم الحراك يواصل، هذا مفروغ منه، لأن اليوم اللعبة السياسية راهي في مستوى آخر. النظام السابق انهار وعدد كبير من الوجوه نتاعه راهي وراء القبضان، ولكن اليوم السلطة تريد بناء نظام جديد، ففي بناء هذا النظام الجديد على الحراك أن يضغط ويؤثر ويلعب دور في الخيارات المقبلة، لأن مهما كانت الأمر السلطة ما تبقاش عندها القوة المطلقة، الآن ستلعب وتناور مع الشعب، وعلى الشعب أن يبقى مجند. وأكثر من هذا، أنا أظن أنه حان الوقت الآن أنه نتنظم حقيقة. اليوم الشعب دخل المعادلة، في الماضي كانت معارضة مشتتة أمامها سلطة والشعب مهمش، اليوم الشعب أخذ زمام الأمور وأصبح يعني عمل محوري ودخل في المعادلة. اليوم عليه أن يتنظم، إما ينشأ أحزاب جديدة ولا يدخل في أحزاب موجودة، المهم أن يهتم بمصيره السياسي، أن يخلق توازن جديد مع السلطة. فربما البعض اليوم يكون متشائم، لازم نعود نبعث التفاؤل عند الناس، ما لازمش الناس تفشل. وهذه مرحلة نقدر إذا لخصنا يعني في بعد تقريبا 10 أشهر، ولكن في نهاية الأمر فرق كبير ما قبل 22 فبراير واليوم. مهما كان الرئيس اللي يفرضوه علينا، ولكن محتم عليهم يروحوا للتفاوض
وللتنازل وللاستماع للشعب في المرحلة المقبلة. ولا يبدو عندهم خيارات أخرى لأن الحالة الثورية عند الشعب ما زالت مستمرة فعلا. وأنا أشكرك جزيل الشكر رئيس حزب جيل جديد دكتور سفيان جلالي على هذه المداخلة معنا في هذه الفقرة. أستاذ مصعب حمودي، فرض انتخابات بالقوة بالقمع بالاعتقالات ورد فعل أيضا من عند الشعب رائع بمظاهرات سلمية في العاصمة وعدة مدن أو غالبية المدن الجزائرية، ما هي ملاحظاتك عن سيرورة ومسار هذا اليوم؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا اليوم رأينا أن الثورة هي شيء رائع في واقع الأمر، كما قلناه مرارا لن يكون هناك القمع الذي تصوره بعض الأشخاص، حيث أنه سيتم إخراج الجيش وتذهب الأمور إلى لا أدري مناظر فظيعة. فهنا رسم معلمان، معلم النظام، وجاء بخطاب يمكن أن نقول أنه خطاب النكاية، حيث أنه أبرز وجوه النظام الماضي أو ناصر ورئيس المزاح عبد العزيز بوتفليقة، يعني وكأنه نكاية في الشعب أنكم ترفضون النظام السابق فسأبقيه، هذا هو الذي سيبقى. ومع ذلك فردة الشعب كانت حضارية، كانت رائعة، كانت حماسية، كانت قوية ومدوية، فزادت الهوة بين الشعب وبين قيادة الأركان. فالحالة هذه يمكن أن نقول أنه يوم أسطوري، لكن لا يعد انتقالا من مرحلة إلى أخرى كما قال متحدثكم السابق، وإنما هو دورة وتزيد، لأنه الآن الأمور مستمرة، نحن لا ندخل في سيناريوهات النظام، لأنه الحراك قام لكسر سيناريوهات النظام. وأنا يؤسفني أن أسمع كلام المتحدث السابق لأنه يظهر أنه ليست لديه ثقافة نضالية في الميدان. نحن لسنا هنا لنتابع ما يمليه القايد صالح ونتابعه، وإنما هذا الحراك خرج بكل هذه الأعداد الغفيرة لكسر كل سيناريوهات النظام. هذا الرئيس لا يهم إن عين أو لم يعين، وإنما الأمر الواقع أو بصريح العبارة واقع الأمر يفرضه الحراك في الميدان. هذا الرئيس ليس له شرعية طبعا، فلذلك ستتواصل الأمور وسيكون هناك تصعيد تدريجي. فلذلك لا يتسرع بعض الساسة في الحديث عن التمثيل ووجوب الدخول في أحزاب موجودة سابقا والحراك يطالب صراحة بإلغائها، وإنما ستصعد. نحن نرى ونراقب حركة الحراك والشارع كيف هي، فيه تصعيد جيد ورائع جدا، خراجات ليلية كما يجب، فلا نعقد الأمور. الأمر بسيط، هم أرادوا المرور بالقوة، هل حلوا المشكل؟ طبعا لا، هم زادوا في المشكل لأنهم زادوا في جرعات المشكلة، فلذلك ستتعقد الأمور عليهم، سيذهبون إلى سيناريوهات سيئة جدا بالنسبة إليهم، لأنهم إذا وصل الحراك الضغط عليهم سيضطرون إلى التفاوض، سيفرضونه هو، سيلوحون به هم، فإذا لوحوا به هم سيأتون من منطق الضعف. كل شيء جيد في صف الحراك، الأعداد وطريقة صياغة الإخراج كانت سيئة ورديئة جدا في الأعداد، يعني حتى الآن الأعداد التي وصلت إلى حد الآن هي تفوق نتائج تشريعيات 2017، رغم أن ليس العزوف بالمناسبة بل الاستهجان فاق سنة 2017. الفرق بين العزوف والاستهجان هو أن العزوف هو يمكن أن نقول خانة طبيعية في الانتخابات، هناك دائما نعم أو لا وعزوف، لكن هذا أكثر من العزوف، هذا استهجان، هذا رفض جماعي تلقائي. فلذلك كل عملية هذا النظام مضروبة في صفر، يتواصل النضال والفيصل هو الميدان. نتحدث عن نقاط أخرى مهمة سجلت اليوم في هذه الرئاسيات، رئاسيات السلطة كما يصفها الشعب، ولن نسميها إلا كما يسميها الشعب الجزائري. ينضم إلي عبر هاتف من الجزائر الأستاذ العلوم السياسية والإعلام الدكتور عبد العالي رزاقي. دكتور عبد العالي رزاقي، رئاسيات مفروضة بالقوة، كيف تبعتها وكيف تبعت ردة فعل الشعب؟ هو لأول مرة في تاريخ الشعب في الدول العالم أن تجرى الانتخابات بأمر من المؤسسة العسكرية، وأن تجرى في وضع قلق
وملايين المواطنين موجودين على مستوى 48 ولاية. نقطة الأولى. نقطة ثانية، لأول مرة أصوات الولايات قاطعت ولكن وضعت لها نسب، مثلا تيزي وزي وضعت لها نسبة 0.02 في ال 11 على الجاية 0.12. والملاحظة الأهم، دائما أبدأ بالانتخابات، معناه يوم النتيجة الأولية هي 6/11. أولا هناك فرق بين الأوقات التي كانت في 2014 والأوقات التي كانت وأصبحت اليوم. 2014 كانت كل ساعتين، من الثانية العاشرة تعطي النتيجة، الساعة الثانية الخامسة وهكذا. صحيح. تبدأ. أما الآن فالعملية اختلفت من 11 إلى 5. الغريب أنه عندما تصدر معلومة أو عندما توزع أشرطة إلكترونية في القنوات تقول بأن نسبة 7.92% على الساعة الحادية هي أكثر من نسبة في نفس الفترة بالنسبة للانتخابات 2014. هذا نوع من الكذب، لأن نسبة على العاشرة صباحا كانت 9.15، وعندما وعلى الساعة 2 كان 23. هناك تزييف للحقائق. طيب على الانترنت ناس من داعي للكذب، على الأقل من باب إخلاء احترموا عقول الذين يتابعون مواقع التواصل، احترموا عقول مؤسساتكم اللي مكتوب فيها هذا الكلام. هذه نقطة مهمة ياسر. النقطة الأخرى، لعبوا مسرحية طريفة أنه في إحدى القنوات يوري كيف يحسبوا كذا. المسألة مربوطة بشعب، شعب موجود في الشارع رافض الانتخابات، يفرض أن لا يعاقب. هم عاقبوا الشعب. عندما أخذ مثال، واحد من العائلة اتصل معايا قبل 3 ساعات قال لي ذهب ليزور عائلة من عائلته، ذهب ليزور عائلة في بليده، والرقم تاعو هو رقم 16 العاصمة. عندما رجع من عودة يدخل العاصمة يبقى فين بيت؟ شو قالوا له لا هذا أمر غالقين كل شيء. فإذا عندما مواطن يمنع من الدخول إلى بيته كيف يمكن يتعامل مع الآخرين؟ ولهذا هذه الانتخابات يبدو لي أنها فتحت باب المجهول. باب المجهول بالنسبة للسلطة مش بالنسبة للشباب. أعتقد أن المسيرات ستنجح في جميع الحالات لأنها ستستمر سلمية، والدليل أنه تعرضوا للمضايقات، تعرضوا للضرب في أغلب الولايات ولم يردوا على هذا الاستفزاز. النقطة الأخرى يبدو أن نلفت نظر هذه المسيرة أو اليوم الخميس لا يختلف عن يوم 22 فبراير. يوم 22 فبراير كانت تسير الطائرة المروحية بعض رجال الأمن من السماء. نفس العملية الآن تسير تعطي معلومات لرجال الأمن الموجودين في الميدان، وهذا شيء يثير الانتباه. طيب قضية ما ذكره الكتاب أمس أنه هي صفحة من صفحات صراع الإرادات بين المؤسسة العسكرية وبين الشعب في النهاية، كيف يبدو لك هذا اليوم؟ كيف يبدو لك هذا اليوم في هذا الصراع؟ لأنه في النهاية القضية قضية مؤسسة عسكرية تريد يعني تريد واجهة سياسية، تريد حل مشكلتها، يعني مشكلة الرئيس، لازم تحط أي رئيس. كيف ممكن استشراف ما سيحدث غدا وبعده؟ أنا نتحفظ على كلمة مؤسسة عسكرية. قيادات في المؤسسة العسكرية عندها مشكلة مع الشعب وليس المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية قيادات. نعم أحسنت. هذا الفرق بينهم. ولهذا هذه القيادات تتصور أن تجديد النظام يمكن أن ينقذها. لا أعتقد ذلك، لأنه صحيح أنه باستثناء عدد لا يتجاوز أصابع اليد ممن لهم رتب عليا لا يملكون شهادات ماستر ولا دكتورة، ولكن أغلب الجنرالات نستطيع أن نقول أنه يملكون شهادة دكتورة حسب القانون الذي سنه بطريقة 2011. وبالتالي فهؤلاء الشباب الموجودين في المؤسسة أعتقد الرهان عليهم. ولهذا أي رئيس يأتي
طبعا في جميع الحالات انا في تقديري انا قراءتي بسيطه جدا جغرافيه اللي سيفوز تبون. لماذا تبون؟ لانه تبون له الغرب الجزائري وسيكون منافسه اذا ذهب الدور الثاني هو بن قرينة لانه وراءه الاسلاميين. الباقي عباره عن ارانب صغيره. والكلام عن كلام هذا كلام يبدو لي تاع قنوات وليس تاع واقع. صحيح. ولهذا طيب الان تتورط السلطه الحاكمه تتورط كيف تتورط؟ تتورط انه تعود عندها مشكلتين. مشكله مع الذي انتخب طبعا ومشكله مع الشارع. ونفس الاشياء بالنسبه للشخص الذي ينتخب الشيخ فاقد الشرعية سيجد مشكلتين، مشكلة مع المؤسسة العسكرية يقوم بتصفيتها أو تصفية قيادتها سيواجه الشارع، يقوم بقمع الشارع سيواجه المخيطين به، وبالتالي صعب جدا. نحن دخلنا إلى مرحلة النفق بالنسبة للسلطة ليس للشباب. أعتقد لا. أن نجيل هذا الشباب قدرته على المقاومة أكثر من 72 ساعة، هذا مهم جدا، وغدا سيواجه مسيرات أكبر. لا. عندما السلطة تخيفها هذا الشباب، معناها المستقبل لهذا الشباب. أنا أشكرك فعلا جزيل الشكر دكتور عبد العالي الرزاقي أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة الجزائر على هذه المداخلة. كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. مشاهد كانت رائعة اليوم، فيها ما نذكره من إصرار ومن جدية في عديد المدن الجزائرية، وننقلكم إلى هذه المشاهد من العاصمة هذا الصباح. أستاذ مصعب حمودي، تحدث الكثيرون أيضا وهم يعني ينتظرون في الجمعة 43 ويستعد الجزائريون للجمعة 43، تحدثوا عن قضية الرهانات. يعني يبدو أن السلطة في ورطة، واليوم شفت الصفحة الأولى تاع صحيفة الوطن تتحدث كما يتحدث دكتور عبد العالي الرزاقي أن هناك قفزة إلى المجهول برهانات مظلمة فعلا. لنتحدث عن الطرف الآخر اللي هو الشعب، كيف بدت لك ردة فعله اليوم واستعداداته لجمعة الغد وما يصرع به بأنها ستكون مدهشة بالنسبة لهذه السلطة وبالنسبة للرئيس اللي راح يجي؟ في الحقيقة الأمور سهلة جدا على الشعب ومعقدة وصعبة على النظام. لماذا؟ لأن الشعب طرحه بسيط وعام، الكثافة العددية، السلمية، والمواصلة، النفس الطويل. فعندما تجتمع هذه الثلاث معطيات فالحراك بألف ألف خير. التعقيد هو أين؟ هو في التدرجات التي تقوم بها السلطة قيادة الأركان، خاصة لأنها هي تحاول أنها دائما تتخفى خلف عدة أشجار، وإنما هي تضع نفسها في فخ ويعني فسيح طويل وكبير جدا، عندما ينغلق عليها سيكون مدويا. فمن الناحية مثلا من ناحية هذا الرئيس بين ضفرين، نحن نعرف أنه في الدستور الجزائري هناك مقومات يعني صلاحيات للرئيس، لو أبرزها يعني مثلا لو قلنا أنه يجسد وحدة الأمة، هل هذا الرئيس الذين سيأتون به يجسد وحدة الأمة وهو مرفوض من أغلبيتها الساحقة؟ فطبعا لا تستقيم. هو حامي الدستور، هل هذا حمى الدستور؟ هو جاء بدستور كتبته عصابة ودستور مرفوض، إذن لا تتوفر هذه. يمثل الدولة داخليا وخارجيا، لم يأتي مراقبون أمميون، والكل يستهجن مثل هذه الظروف التي لا تشكل ظروف عملية سياسية. كذلك ينتخب عن طريق الاقتراع العام، هل هو انتخب عن طريق الاقتراع العام؟
طبعا لا. كذلك يتولى الرئاسة لمدة 5 سنوات، أنا أجزم أن قيادة الأركان ستضحي به في أقرب فرصة. وأخيرا يمكن أن نزيد، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وطبعا لا يسخر منا أحد، لأنه الرئيس المقبل لن يكون حتى إسكافي لمسح حذاء قايد صالح. فالأمور معقدة جدا على الشق السياسي، لأنه لا توجد شرعية، لا شرعية التاريخ المعتادة، ولا شرعية الدستور، النص الدستوري، ولا مشروعية الانتخاب. فهنا الواجهة المدنية التي يحاول قائد الأركان بناءها لا تستطيع الصمود. الآن من الناحية العسكرية، من يعني الانتخابات، هي علينا أن نفهم أنها انتخابات قيادة الأركان، فكان وجوبا أن يقوم بها بأي ثمن. لكن الوجوه المطروحة كانت كلها سرطانات، يعني لا يوجد اختلاف في الشارع بين هؤلاء الخمسة المتنافسين، كلهم يضعهم في نفس العمامة، في نفس الخانة، ويرمي بهم إلى مزبلة التاريخ. فلذلك استمرار الضغط سيزيد على قيادة الأركان، لأنه عليه أن يقوم برهانات أخرى. فمثلا إذا ازداد عليه الضغط ولذلك ندعو للتصعيد، فعليه أن يقوم مثلا بإشارة إلى المجلس الدستوري لإلغاء نتائج الانتخاب، وسيكون إخراجا رديئا يضعه في مشكلة أكثر. فهو يعني في عنق الزجاجة، ولكن لا يستطيع الخروج، لأن طبعا يقوم بنفخ الوقائع المحيطة به حتى تمنعه من الولوج بأمان. كل هذه المعطيات وإن كانت في الآنية، في الحينية، ممكن تجعل البعض مذعورا حائرا لا يفهم، لكن في المشهد العام قيادة الأركان وضعت نفسها في طمة وفي ورطة كبيرة. مهم جدا قضية الإعلام ودوره، سأعود إليك فيها، لكن قبل ذلك أريد أن أسأل القاضي السابق ورئيس نقابة القضاة سابقا الأستاذ محمد الهادي بريم، معي عبر من الجزائر. أستاذ محمد الهادي بريم، اليوم تكمل السلطة خطتها أو تكتيكها أمام استراتيجية الشعب، وتنجز هذه الانتخابات بهذه الأرقام الهزيلة التي تأتينا من مصادر المستقلة. هل ما حدث اليوم مؤشر بالنسبة لك لما سيأتي في قادم الأيام؟ أستاذ صالح، مساء الخير، وأشكرك على الاستضافة، وأحييك وأحيي مشاهدي قناة المغاربية وطاقم المغاربية. سيدي، بالنسبة للانتخابات اليوم، هذه لا تعطي الحراك أبدا. انتخابات اليوم ليست محطة تهم الحراك، هذه محطة تهم الحاكم العسكري. هم يقولون السلطة الفعلية وقيادة، هناك حاكم عسكري استولى على الحكم من 62 إلى اليوم، يتبدل الأشخاص ولكن الفكر واحد. إذن هذه المحطة لا تهم المواطنين، لأن أهداف واستراتيجية الشعب في ثورته ليست هي الانتخابات. الانتخابات هي وسيلة، الديمقراطية وسيلة، الشعب يريد أن يكرس ويحقق حريته. هذه الحرية التي اغتصبت وصودت سنة 62 بدعوى الشرعية الثورية، بدعوى الكفاح المسلح، بدعوى الشهداء، بدعوى كثير من 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 المبررات والأغطية. لكن اليوم الآن الشعب الحالي أو المواطنون الحاليون في ثورتهم يختلفون عن جيل 62 ويختلفون عن جيل 50. الحاكم العسكري هو لازال متقوقعا في الخمسينات، أو ربما في النظام الفيودالي الفرنسي وقبل الثورة الفرنسية، ما زالوا يرون أن الجزائر هذه مزرعة لملكهم الخاص، يتصرفون كما يريدون، ينصبون حاكم فينا ثم ينزعونه. وأنت سيدي، أنت ترى من 62 تغمة عسكرية تأتي ثم ترحل، وتأتي تغمة أخرى، وكل تغمة تأتي برئيسها. نعم سيدي، قضية إذن المؤسسة العسكرية ترافق الحراك لكي تقضي على العصابة وتعطي نفس جديد لهذا النظام لا تقنعك؟ نعم. طيب يعني نعم، بالنسبة للرهانات الطرفين، يعني نحن طبعا في المغاربية لا نتحدث كثيرا عن الوهم بقدر ما نصف الحقيقة، يعني هناك الشعب وهناك قيادة المؤسسة العسكرية، سنتحدث عن الشعب.
فعلا نعم. يعني برزت جليا انه رهانات قياده العسكر منذ الإطاحة بالعهدة الخامسة كانت خاسرة، يعني كيف تبدو لك لحد الآن؟ القيادة الآن الحاكم العسكري يترنح، يعني هو ميت الآن، ميت هم راهو يحيا سريريا فقط. يعني لماذا مظاهر موته ترنحه تظهر في عنفه؟ لو كان قويا هذا بشعبه وبنظام حكمه لم احتاج الى غلق مداخل ومخارج العاصمه، ولم احتاج الى تعنيف المواطنين والى الاعتقالات. اذا النظام الان ينتفض انتفاضه المذبوح. ثانيا بالنسبه لاستراتيجيه النظام والشعب، الثوره الشعبيه هذه انتصرت حق، مكنت شعبها الثائر من الانتصار على الخوف، وكذلك وحدت المواطنين وتوحدت كذلك في مواجهة العسكر. يعني المواطن الآن عرف أن الذي أن حاكمه ليس بوتفليقة، ما بوتفليقة ما هي إلا واجهات، وحتى الرئيس القادم هو واجهة، إنما الحاكم الفعلي هو العسكر. والآن المواطنون في ثورتهم عروا هذا النظام وأظهروا وجهه القبيح، وجهه القبيح في الاعتقالات، في السيطرة على ثروات البلاد إلى غير ذلك. وسيدي أنا أقول لك العملية كلها تتلخص في الحفاظ على مصالح الحاكم العسكري وزمرته. لماذا؟ نعم. أنا أكرر هذا دائما، ميزانية وزارة الدفاع الوطني لا تناقش في البرلمان ولا رقابة عليها من مؤسسة وطنية. طيب نعم أستاذ محمد الهادي، في هذا السياق يعني وصلنا فيديو لمدير الإعلام لحملة تبون يتحدث فيه عن أمور خطيرة فعلا وتجاوزات الخصوم ضدهم، وأيضا مقتل أحد أعوانهم في الجنوب. نستمع إلى ما قاله ونعطيك فرصة للتعليق على هذه المعلومات. بدي نبلغ الإخوة الإعلاميين أن في العديد من جهات الوطن، في عدة ولايات، في عدة دوائر، في عدة بلديات، بدأت بعض الأحزاب التي لديها مترشح بدأت تميل إلى العنف وإلى التهديد، وفي محيط بعض المكاتب في إغراءات مادية، وبعض النواب وخاصة مجلس الأمة راهم يتدخلوا في العديد من البلديات والولايات، بعض رؤساء الدوائر يتدخلون، بعض رؤساء البلديات يتدخلون، وبكل أسف في حزب من الأحزاب بدأ يميل إلى استخدام العنف. ويؤسفني أن أبلغكم يعني عن وفاة أحد المراقبين للسيد عبد المجيد تبون في ولاية البيض، وهذا بعد اعتدائي على زوجته في مكتب الانتخابات. المعني زيان الزين رحمة الله عليه هو الشاب من مواليد 1971، وبهذه المناسبة أو هذه المأساة يعني نبلغ عائلة الفقيد يعني التعازي الخالصة للمترشح الحر عبد المجيد تبون، وباسم الطاقم المديرية الوطنية للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون وكل أعضاء الحملة الانتخابية على المستوى الوطني نقدم تعازينا الخالصة لعائلة الفقيد، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. هذا المنحة الخطير الذي لم نكن نتمناه، يعني خلينا نوجه رسالة إلى السلطات المعنية بحماية الانتخابات أن يعني في هذه الساعات المتبقية أن تكون يقظة من محاولات النزوع بالانتخابات إلى العنف، خاصة على مقربة من نهاية العملية الانتخابية. ونحن في المديرية الوطنية للمترشح الحر عبد المجيد تبون لدينا كامل الثقة في السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وفروعها في كل ولاية، وندعوها إلى مزيد من الحيطة واليقظة والحذر، وأن توقف كل الذين ليس لديهم الحق في التدخل في العملية الانتخابية، خاصة العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لديهم انتماءات حزبية معروفة، وكذلك مسؤولين على مستوى الولايات والدوائر
لديهم انتماءات حزبية معروفة بهدف التأثير على مجرى العملية الانتخابية، وندعو المواطنين إلى مزيد من السلمية والهدوء والحذر واليقظة، وندعوهم إلى مراقبة أصواتهم حتى لا تزور وحتى لا تسرق منهم. فبناء الجزائر الجديدة يتم بفضل الأصوات الشعبية، فما يريده الشعب هو الذي سيكون، وبناء عليه فالشعب هو الذي ينبغي عليه أن يحرص أصواته وأن يحرص العملية الانتخابية، لأنه فيه محاولات أنهم يحرفوا مجرى العملية الانتخابية ويميلون بها إلى العنف وإلى اللاسلمية بهدف التأثير عليها وربما بهدف إلغائها. أستاذ محمد الهادي بريم، استمعنا إلى محمد العقاب بغض النظر عن قضية الشعب وكلامه عن الشعب، يتحدث عن مقتل ممثل لهم في البيض، كان في مكتب الاقتراع ممثل تبون، ويتحدث عن تدخل لجهات. لما قرأنا تعليقات الصحف فيما بعد عرفنا أنه يتهم رجال أعمال منتمين إلى حزب الأرندي وحزب الأفلان، وأيضا رؤساء بلديات ورؤساء دوائر منتمين للأفلان والأرندي، هذا ما ذكرته الصحف تفسيرا لكلام محمد العقاب، تدخلوا لتزوير هذه الانتخابات وممارسة العنف. ما هو تعليقك على هذا الكلام؟ سيدي سليم صالحي، بالنسبة للحزب الأفلان والأرندي، هم يسيطرون على 1200 بلدية. هذا اللي كان المواطنين يناديوا في الحراك، بأنه مش ممكن، لابد من إزالة كل النظام بولاته بحكومته بمجالسه النيابية بقيادة أركانه بالسلطة القضائية أو الجهاز القضائي، لأنه لا توجد سلطة قضائية، توجد جهاز قضائي. إذن وحتى نتقوس هنا الحملة العملية الأخيرة اللي قام بها وزير العدل الأخير في نقل التفاعل القاضي في عملية واحدة أظهرت نتائجها الآن، محاكمات بانت النتائج تاعها، لماذا أعدت العملية؟ إذا أرجع، فبالتالي أنا سيد هذا العقاب الذي يتكلم عن كذا، عن هذا القتيل، أنا أطلب الله من الله أن يرحمه ويتغمد برحمته ويرحم أهله وذويه. ولكن هذا العقاب كان من المطبلين في قنوات التلفزة العمومية، كان المطبلين وكان يقول بالحرف الواحد ماذا يريد هذا الشعب. لقد استجابت القيادة العسكرية لكل مطالب الشعب، وأنا أقول وقلت دائما أن الشعب لا يطلب الديمقراطية ولا يطلب الانتخابات، الشعب يطالب بحريته، لأن الحرية هي الاختيار، حق الاختيار. لما تعطيني حريتي سأختار، أختار النظام الذي أرتضيه والذي أريده، لا أن تجبرني على أن تأتيني بالتبون أو بالبنفليس أو بالمهوبي ليأتيني ليعد دستورا على مقاسه. وتعودنا، والنظام هذا لم يتغير، في دائما يأتي بأشخاص ويسيطر عليهم ولا يفعلون شيئا، يعني عهدة تأتي وعهدة تأتي وعهدة تذهب. المهم بالنسبة للحاكم العسكري، الشعب يتمسك بإقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، تبقى للمبادئ أو نوفمبر. ولكن الواقع الآن ماذا فعل العسكر أو الحاكم العسكري؟ حول مبادئ نوفمبر إلى دماء ودموع، كما حول روبسبيير في الثورة الفرنسية، ذلك الثائر حول مبادئ الثورة الفرنسية إلى سيف أسقط 40,000 رقبة. يعني مش معناها أنك راك مجاهد وكذا، معناها راك نزيه وراك يعني شريف، لا، تغيرت الأمور، لأن حتى الله يقول في كتابه العزيز كانوا صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديلا. صحيح، القيادة الحالية بدلت وغيرت. نعم، وبالتالي هذه كلمة الربط تاع جيش التحرير جيش الشعبي جيش التحرير كله هراء وكذب. أنا أعرف جنود جيش التحرير كيف كانوا ينامون في ثوب واحد ويتقاسمون قطعة الخبز. أما الآن القيادات الحالية راهي في سويسرا وفي نيويورك، فبالتالي ما يعني يكفي من هذا الباش اللي قطعتوه نتاع الشهداء ونتاع الثوب. نعم، كفاية يعني استعبره وفتح. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الهادي بريم،
على هذه المداخلة. أذكر بقاضي سابق ورئيس نقابة القضاة سابقا، شكرا مرة أخرى، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. سأعود إليك الأستاذ مصعب حمودي، لكن قبل ذلك أريد أن أسأل ضيفي الباحث والأكاديمي الأستاذ ناصر جابي، معي عبر الهاتف من الجزائر كما ذكرت. أستاذ ناصر، يعني مثل ما قرأناه في صفحة الوطن اليوم وكما جاء على لسان المحللين اليوم، يبدو أن سلطة الأمر الواقع قد قفزت فعلا نحو مجهول بإصرارها على هذه الانتخابات. كيف بدت لك مؤشرات اليوم؟ مساء الخير. كانت متوقعة، يعني السلطة لم يكن في مقدورها، لم تكن تقبل أن تفشل في انتخابات ثالث مرة. هي فشلت مرتين سابقتين، وكانت قريبا مستحيل أنها تفشل في الانتخابات هذه الثالثة، وكانت تعمل من أجل إنجاحها وتفرضها حتى اقتضى الأمر بالإكراه. يعني السلطة كانت تريد الذهاب إلى انتخابات بالشروط التي حددتها هي، ورغم أنف الجزء كبير من المجتمع الجزائري الذي هو رافض هذه الانتخابات. وبالتالي نظن بأن إصرار السلطة بهذا الشكل على الذهاب إلى هذا النوع من الانتخابات هو لتكريس أمر واقع، لتكريس النظام بوتفليقة الذي يستمر بأشكال أخرى وأخرى. طبعا النظام في هذه النقطة بالذات، التكريس الأمر الواقع، هذا هو ديدن منظومة الحكم يعني منذ 62. الآن نتحدث عن وضع مغاير، هناك ثورة سلمية، هناك حراك شعبي، هل ما زال النظام عنده القدرة، عنده الآليات، يستطيع، عنده بعض يعني بعض العناصر يقدر يراهن عليها من أجل فرض أمر واقع والملايين في الشوارع؟ لا أعتقد أنه يستطيع. الأمور تغيرت بعد 22 فبراير. نعم. يعني الجزائر تغيرت والجزائريين، وهذا هو الخطر، يعني هذا هو الخطورة. هنا الخطورة أن النظام السياسي في الجزائر لم يفهم بعد بأنه أمام مجتمع آخر، مجتمع جزائري آخر، وأمام شعب آخر منذ 22 فبراير. هو متعود على تسيير جزائر أخرى، جزائر التي تقبل الكاذبة، القامة تقبل الكاذبة، تقبل الفساد. الجزائريين قالوا منذ 10 شهور تقريبا، قالوا لا، وأن يوجد جزائر أخرى يوجدون. للأسف كان يمكن هذا اليوم تاع الانتخابات، كان يمكن أن يكون أرس في الجزائر. كنا نتمنى أن يكون أرس في الجزائر، لكن تحول إلى مأتم، تحول إلى مشادات، وتحول إلى إكراه المواطنين على ذهاب الانتخابات لا يقبلون بها. وبالتالي الحلول ليست أمام السلطة كثير من الحلول، لأن الجزائريين من خلال الحراك سيستمرون في مطالبهم. هم خرجوا ليس من أجل تغيير بوتفليقة بشخص آخر، وليس لإجراء انتخابات في نهاية الأمر لا تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة. في الانتخابات السابقة قبل هذه الانتخابات لم يكن يقال لنا كجزائريين بأننا نزور الانتخابات وسنكون نصف الثلاث، وكذا كانوا يقولون بأنها انتخابات شفافة ونزيهة، وأن المواطن يشارك، وأن كذا وكذا، وهي نفس الصورة. لم يقنعوا الجزائريين، هذه الهيئة الوطنية المستقلة التي تقول بأنها مستقلة لم تقنع الجزائريين بأنها جحت هذه المرة أسرين أخرى، لم تقنع بأنها الجزائريين لم يثقوا مثلا في قضية النسب المعلنة، ولم يثقوا في الشخص المعلن حتى وإن كان صحيح، لأننا أمام أزمة ثقة كبيرة جدا لم تغيرها هذه الحضور هذه الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولم تغيرها هذه الانتخابات التي فرضت بالإكراه على الجزائريين. كنا نتمنى أن تكون هذه الانتخابات عرس، كنا نتمنى، لأن الذي كان يقوله الحراك وجزء كبير منه كان يقول لا يهمنا الشخص الذي سيفوز هذه الانتخابات بقدر ما يهمنا طريقة فرزه نشارك فيها، نذهب لها ونحن مقتنعون، نتحاور حولها، نتكلم حول برامجها إلى آخره. لكن كل شيء هذا لم يحصل للأسف، وغدوة يعني بكرة صباحا سيجد النظام نفسه أمام نفس الحراك، نفس المطالب. هل ممكن أن نستشرف؟ نعم، هل ممكن أن نستشرف
كيف ستتطور الأمور على الأقل في الأسابيع القادمة انطلاقا من الكيفية التي فرضت بهذه الرئاسيات وردة فعل الشعب أيضا، يعني لا ننسى أنه هناك طرف آخر هو الشعب والذي خرج اليوم. الشعب مستمر في مطالبه، الشعب لن يغير طريقة تفكيره وطريق وخارطة طريقه. الشعب خرج 28 فبراير. أنا اليوم مثلا في الصباح لما كنت أنتظر هذا الكم الهائل من الجزائريين في الشوارع، لكن الجزائريين خرجوا وكأننا في يوم جمعة، خرجوا بمئات الآلاف على الأقل بما شاهدته أنا في العاصمة، خرجوا بمئات الآلاف. إذن هناك إصرار، والخوف، أنا خوفي كتبته هذا أكثر من مرة، خوفي أن النظام السياسي لم يفهم بأنه أمام مجتمع آخر وشعب آخر وعقلية أخرى وتحدي آخر، وبالتالي هنا الخطورة. الخطورة أن النظام سيستمر في تعنته، سيستمر في إنكاره. نحن أمام حالة إنكار واضحة، صحيح. وكأن ما حصل في الجزائر 22 فبراير لم يحصل إلى 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 أي حد. يعني أنت يعني تقول أستاذ ناصر إنه النظام سيستمر في مساره والشعب سيستمر في مساره، لكن إلى أي حد؟ يعني لأن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. هذا كل الجزائريين كلهم يتمنون أن يستمر الحراك في سلبيته، وأن لا يستفز، وأن لا تحصل احتكاكات، وأن يستمر الجزائريين في هذه السلبية. هناك أتلاح دكتور ناصر، فقدنا الدكتور ناصر جابي، نحاول التواصل معه مرة أخرى حتى نكمل هذه الفكرة. مصعب حمودي، هذه القضية قضية أنه الاستشراف بمعطيين، يعني الناس يعرفون هذا النظام، يعرفون أنه نظام متمسك بالسلطة، وقضية الانتخابات قضية حياة أو موت بالنسبة له كمنظومة حكم، والشعب أيضا يعرفون هذا الشعب أنه خرج ولن يعود. يعني في النهاية إلى أي حد سيستمر صراع الإرادات بهذا الشكل؟ ما هو شكله النهائي لو قدرنا نعمل شوية استشراف؟ شكرا على السؤال. في الحقيقة هناك كما قلت حالة مجابهة ومبارزة، فلذلك الحراك رمى بكل أوراقه. عندما يخرج الملايين ويقولون بصوت واضح الجنرالات إلى المزبلة فالأمور واضحة، يعني حتى لو وضع لنفسه فسحة لإعادة التفكير فلا يمكن، لأنه رمى بكل ثقل مطالبه. من جهة أخرى قيادة الأركان في حالة تذبذب تامة، يعني خطابات العته وخطابات الإنكار عند قيادة الأركان تضعه في أزمة وفي موقف ضعف. فلذلك إذا أردنا الاستشراف فالسيناريوهات تكون بقدر اللاعبين ثم بعض التفرعات. من ناحية قيادة الأركان رأينا جليا أنه لا يمكن أن يوظف الجيش، الجنود الذين يشكلون الجيش، فلذلك هو ذهب إلى الأجهزة القضائية وأجهزة الشرطة. فلذلك هو في نهاية المطاف حتى وإن استعمل شيئا من القمع لا يستطيع الذهاب إلى القمع الشديد أو ما يسمى اصطلاحا بالقمع المميت، وسيعود ويدور ويلف ويعود إلى خانة الحوار. أما الحراك فعليه فقط بالتصعيد قصد وضع الضغط على قيادة الأركان. يجب لحماية نفسه الحراك عليه الضغط والضغط، وذلك لا يكون إلا بالتصعيد. التصعيد طبعا بكل سلمية، لا نعود إلى ذلك. فلذلك هذان هما السيناريوهان، أن قيادة الأركان تحاول القمع وتفشل فيه، أو تكون متعقلة، وهذا شخصيا لا أضعه كثيرا في الميزان أنها غير متعقلة، ثم تعود في كل الأحوال إلى طلب الحوار وبصيغة أخرى التفاوض. لا. لكن الحراك ما عليه إلا التصعيد. في نهاية في حقيقة الأمر المشهد بسيط جدا، هو فقط لا توجد إرادة سياسية من قيادة الأركان. فالآن ستكون أمام سؤال محوري عليها أن تجيب عليه قيادة الأركان، وهو هل ستتمكن قيادة الأركان من فلنقول التخفي وراء الواجهة المدنية التي تحاول صياغتها. الجواب على هذا السؤال سيبرز بسرعة بأنه لا يمكن، وذلك إذا استمر الحراك، والحراك طبعا سيستمر وسيزداد صخبا. جميل، سأعود إليك أستاذ مصعب حمودي. عاد إلينا الدكتور ناصر، لو تكمل الفكرة في قضية الاستشراف صراع الإرادات بين قيادة المؤسسة العسكرية والشعب.
أعتقد بأن الأمور واضحة، يعني الجزائريين مصرين، الجزائريين لا خيار لهم، الجزائريين راهم في وضعية أنهم لا خيار لهم إلا الاستمرار في مطالبهم، في حراكهم للوصول إلى تحقيق مطالبهم. هم ضحوا حتى الآن مدة 10 أشهر، يمكن أن يستمروا أكثر. يعني تغيير النظام السياسي في الجزائر الذي يدوم منذ حوالي 60 سنة لن يتغير في 6 أشهر أو في سنة. إذا النفس الطويل، استراتيجية النفس الطويل على الحراك، الذكاء الجماعي، أنا عندي ثقة كبيرة جدا في الذكاء الجماعي للجزائريين. الجزائريين تبينوا كل أسبوع وكل يوم، طوروا من أساليب عملهم، من أساليب حراكهم. الآن هناك حراك في المهجر، وحراك يوم الثلاثاء، وحراك يوم الجمعة، وحراك في اليوم في النهار، وحراك في الليل، صحيح. وحراك الطلبة. إذا نحن أمام تنويع، أمام استراتيجية تنويع، أمام ذكاء جماعي بين بأن الجزائريين يتمتعون به بقدر كبير. ولهذا أنا لست خائفا على الحراك، ومقتنع بأن الجزائريين سيحققون مطالبهم وسيذهبون نحو مستقبل أكثر أحسن، وسيقومون بتحقيق هذه المطالب التي خرجوا من أجلها. ليس لهم خيار. المؤسسة العسكرية أو النظام السياسي أو الرئيس الجديد هذا كله لابد أن يرضخ في نهاية الأمر، ليس هناك حل. لابد أن يرضخ، لابد أن نعود أن نتعقل كجزائريين، كمؤسسة عسكرية، كحكومة، كنظام سياسي، كرئيس مقبل، كحراك. لابد أن نتعقل ونقبل بالقيام بتنازلات لبعضنا البعض. للأسف حتى الآن النظام السياسي والمؤسسة العسكرية لم تتنازل، رفضت كل أوراق الطريق التي اقترحت لها من قبل الأحزاب، من قبل الجمعيات، من قبل الشخصيات الوطنية، كله رفض، وتم الإصرار على الذهاب إلى هذه الانتخابات بهذا الشكل. أنا أعتقد بأن مصلحة الجزائر، بأن الآن العالم ينظر إلينا، هذه الفسحة التي سمحت بها السلطة إلى وسائل الإعلام الغربية والدولية، الصحفيين دخلوا الجزائر وشاهدوا بعم عينهم ماذا يحصل في البلد. صحيح. الآن الأوضاع تغيرت على النظام السياسي، لأن نحن كذلك أمام تحديات، البلد أمام تحديات اقتصادية اجتماعية، العالم ينظرنا، المنطقة نعيشه منطقة مضطربة إقليميا. إذا لابد من تنازل، ليس هناك حل إلا أن يتنازل النظام. ربما الرئيس الجديد، لا أعرف من سيكون هذا الرئيس الجديد، لكن سيفرض عليه الدخول في 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 حوارات، الدخول في عملية تنازل من طرفه. والحراك قدم الكثير من التنازلات بالمناسبة. الحراك مع الوقت غير في لهجته، قبل بالكثير من الشروط، سكت عن بعض الأمور، لكن في نهاية الأمر لم يتم الإصرار له، ودخلنا في هذا النفق الذي أوصلتنا إليه هذه الانتخابات. العقل يقول، مصلحة الجزائر تقول، بأنه يجب الذهاب إلى تنازلات والبدء في حوار يتم من خلاله تحقيق هذه المطالب التي خرجت، لأنها ليست مطالب أشخاص، ليست مطالب أحزاب، ليست مطالب شخصيات، هي مطالب الشعب الجزائري، ومستقبل الجزائر مرتبط بها. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر جابي، الباحث والأكاديمي والرسالة الجامعي، كنت ضيفي عبر هاتف ميناء الجزائر. أبقى في الجزائر وأخذ تعليقات ووجهات نظر من القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ السيد كمال قمازي. أرحب بك سيد كمال، كيف رقبت هذا اليوم بكل يعني أوجهه، الإعلام وما كان يبرزه من مشاهد لإرادة السلطة، إرادة السلطة كيف طبقت اليوم، وإرادة الشعب أيضا كيف برزت اليوم؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك الأستاذ سليم، تحية لجميع الضيوف الكرام، تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية في داخل الجزائر وفي الخارج. طبعا هذا اليوم، يعني أنا أخذ من كلام الأستاذ ناصر جابي جملة، قال نحن تمنينا أن يكون عرس، يعني تمنينا أن يكون عرس يفرح فيه جميع الجزائريين، لكن مع الأسف لم يكن هذا. طبعا في هذا الجو المشحون، هذا الجو المتوتر، لكن مع ذلك، يعني مع كل هذا،
الخلاصة أنه نحن أمام يعني جزائر وشعب جزائري جديد. الشعب الجزائري ما بعد 22 فبراير، لأن لو قارنا هذه الانتخابات بالانتخابات تاع 2014 يعني العهدة الرابعة تاع بوتفليقة، هناك فرق كبير. الشعب الجزائري كان يعارض العهدة الرابعة، كان منسحب يعني بالمقاطعة، الناس تلزم بيوتها، الشوارع فارغة، المدارس فارغة، ويعني هاي ليكم افعلوا ما شئتم فيزورون. وكانت النسبة في ذلك الوقت سنة 2014 يعني 51.7%، لكن هذه المرة المعارضة تاعت الشعب الجزائري كانت معارضة إيجابية، كان يعبر عن الرفض. هو لا يرفض الانتخابات لا شك يعني، وإنما يريد التغيير، يريد جزائر جديدة، لأن هناك يعني الأمور تطورت. الشباب الذي كان يعني مقابل اليأس، يعني كان يأس ويحرق في البوطي، والناس يعني راحت لليأس يعني، لكن خروجه للشارع بشكل سلمي، بشكل حضاري، بشكل أظهر العالم وما زال يظهره إلى اليوم، هو لا يذهب إلى البوطي، وإنما يخرج ويعبر عن هذه الجزائر الجديدة التي يريدها بوجوه جديدة، بوجوه يعني تقدم له مستقبلا زاهرا. نعم، لا لكن الحال، نعم الحال أنه قيادة الجيش أصرت على هذه الانتخابات بعدما أفشل الشعب العهدة الخامسة لبوتفليقة، ثم الانتخابات الأولى لسلطة الأمر الواقع اللي كان مفروض تجرى في 4 جويلية. الآن أصر مثل ما قال ناصر جابي، ربما جاته صعيبة سلطة الأمر الواقع قيادة الأركان أنه تفشل في تنظيم انتخابات للمرة الثالثة. الحال أنه نظم هذه الانتخابات وأدخل البلاد في المجهول، وأدخل نفسه في المجهول كما قال عبد العلي الرزاقي وقال صحيفة الوطن اليوم. هل هذا مؤشر لما سيحدث في قليل الأيام؟ هو على كل حال يوم أعلن على تاريخ الانتخابات يعني في سبتمبر الماضي، في وسط سبتمبر الماضي، طبعا لما يعلن عن تاريخ وتستدعى الهيئة الناخبة كنا نتوقع أنه هذا الانتخابات سوف تجرى، لكن فقط نحن كما أشرتم يعني في بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هناك دائما الدعوة للتعقل، دعوة لتقديم الأحسن، دعوة لتقديم الأفضل، دعوة للعقلاء، للحكماء، لا نريد أن نخسر الجزائر، لا نريد أن نخسر يعني هذا المكاسب الثمينة التي تحققت، كنا نسعى أن تكون الأجواء في غير هذا يعني. أنت تشوف الأجواء تاع غلق العاصمة والاعتقالات، وأجواء كما الشيخ علي بن حاج الذي مر عليه يعني أكثر من 24 ساعة وهو لازال يعني في رهن الاعتقال يعني، وما جرى يعني في كثير من الولايات. لكن مع كل هذا لأنه إحنا لما نقارن هذه الانتخابات وهذا الانتفاضة السلمية للشعب الجزائري الذي يريد الأفضل ويريد الخير للجزائر، كنا نقارنها عادة بما حدث في انتفاضة أكتوبر 88. كنا دائما نقول أنه بعد أكتوبر 88 خطب الشادي بن جديد، خرج يعني في 10 أكتوبر 88 خطب، ثم بعد ذلك فتح المجال السياسي وفتح المجال الإعلامي وفتح المجال النقابي، وكانت هناك الحريات، وكان هناك يعني تنفس الشعب الجزائري الصعداء. كنا نتمنى أن تسير هذا، وغير الحكومة بالمناسبة في ذلك الوقت، غير الحكومة، كانت هناك حكومة قاسم الباع. إذن كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات في أجواء من التغيير يعني، في حكومة جديدة، في إطلاق مجال الحريات، في فتح المجال لوسائل الإعلام، ويعني أمور كلها تدفع بالناس إلى الذهاب للانتخابات، وبعد حوار يشمل الجميع، وهذا ما هذا من. لكن مع كل هذا اليوم
كسبنا شعب يعني والحمد لله حي ويسعى بكل الاساليب الحضاريه والسلميه، وهذا هو الشيء المكسب، يعني هو السلميه وهي وحده الشعب الجزائري، رغم انه مع الاسف لما تقرا الارقام نتاع الانتخابات تشوف ان جهه يعني بلاد القبائل يعني تيزي وزو 0.كذا وبجايه 0.كذا وبومرداس والى اخره، فهذا الشيء مؤسف يعني، رغم ان الشعب الجزائري شعب واحد وعلى كلمه واحده، شعب يعني من شرقه الى غربه الى الشمال الى جنوبه يريد الحريه، يريد العداله، يريد التغيير، يريد وجوه جديده، وجوه شابه، لان هناك شباب اللي تشوفوا يعني في الحراك، وشباب يريد الحريه، يريد بلاده ان تكون لها يعني يعني بالمناسبه لو كان عندنا مجلس شعبي وطني يعني نواب حقيقيين يمثلون الشعب لما خرج الشعب الى الشارع، يعني اذا كان عنده نواب مثل بريطانيا ولا مثل دول اخرى لها نواب حقيقيين يمثلون الشعب. اذا هذا هو الامل. هذه نعتقد انها محطه نحو المستقبل. هذا مهما كانت يعني نحن لا يكون الإنسان متشائم، وإنما ندعو دائما للتفاؤل ولمزيد من العمل بشكل سلمي بشكل نعم. حضاري، نحافظ على الجزائر، نحافظ طيب. على سأعود إليك سيد كمال، سأعود إليك سؤال أخير حول جمعة الغد، الجمعة 43، لأنه مهم جدا أن الجزائريين اليوم وفي هذه الأثناء يتحدثون عن جمعة الغد. قبل ذلك نسمع هذه الكلمة من بين كلمات كثيرة سمعناها في قناة المغاربية، ما الذي كان يقول به الجزائريون اليوم؟ أنا حبيت نوجه كلمة لمحمد شرفي. وشنو اليوم؟ أنا حبي اليوم رانا في اليوم تاع المهزلة تاعهم، مهزلة تاع الانتخابات تاعهم. اليوم 12 ديسمبر رانا حاضرين ورانا نقولوا لا للانتخابات، وحبيت نوجه كلمة لمحمد شرفي اللي ما نال حتى شرف من غير الاسم تاعو، راهو كمل وسخه لي يخرج ويكذب علينا ويقولنا باللي خاوتنا في المهجر راهم 70% فوطاو، نقولوا له انت كذاب، احشم على العمر تاعك، احشم على الشيب ديالك، وحنا هنا رانا في العاصمة وفي كامل الولايات، قولوا له احنا العالم اليوم راهو ولا قرية، راهو كاين التواصل الاجتماعي، رانا نشوفوا خاوتنا في الميريكان، في موريال، في فرنسا، ويقول لكم لا للانتخابات يا العصابات، روحوا بعدونا اخطونا يرحم والديكم، حبيتوا تديروا رئيس شرعي غير شاب، حبيتوا تديروا انتخابات من غير شعب، والله ما كاين انتخابات وما راناش حابسين، ولا راكو حابين تقولوا باللي اليوم كي يلحق 12 ديسمبر وتقروا تقولوا باللي كاين رئيس، وراكو ضامنين باللي هذا الشعب راح يدخل للدار، ما راناش داخلين، وكل يوم مازلنا خارجين حتى تسقط يا العصابات، بإذن الله بإذن الله غير تسقط الانتخابات والشعب هو اللي يدير الرئيس تاعو بإذن الله. نتابع كلمة أخرى أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت نوجه كلمة للشعب الجزائري كيما خلقوا رب العالمين، في عمري 76 سنة تحاذوا لي ضرك في البوليسية اللي هنا في ثلاثة بالمطرق اللي عندي يدية تدخل في الأرض وتحلت الباب تاع الباطيمة ودخلت جا واحد جاني يجري خبط عليهم الباب ما قدروش يحلوا الباب سلكت هكذا، وأنا نقول له يا وليدي ثاني أنت تكبر ويضربوك أنا في عظمك وزاد لي بكوت فيه هكذا ضربوا العجائز وشيوخا. وانا راني شيخ. ضربوا العجائز احمد دوي سامحني دقيقه احمد شفتو احمد دوي تاع انسى داوهم اللي كانوا يظاهروا قدام لافاك سنترال داوهم فورغون تاع انسى وكانوا لا بوليس سيفيل يمشيوا لي يحكموه يشكوا فيه يديوه يرفدوه ديريكت ولا بوليس اللي لابسين يجيو ديريكت يدافعوا عليهم اللي يجيو الناس يجيو يسلكوه باش يديوه يدافعوا عليهم وحنا رانا 40 مليون شعب كامل رانا نقولوا بركات ما كاش البوط ماشي غير ما كاش البوط تنحاو علينا يا ولاد فرنسا بركات هما اللي شير ديما وماشي غير شير ديما هما ما كاش خلاص هما لي كاشيريس هذوك اللي كانوا يصفقوا للكادر البارح هما اللي يصفقوا للقايد دوكا ولو كان السعيد غلب القايد وكان هما راهم يصفقوا للسعيد ودوكا مسميو السعيد عصابه ومسميينا حنايا العصابه مسميينا حنايا سيد كمال جماز السوري الاخير يعني من خلال هذه العينه من كلام كثير قيل اليوم في جميع الولايات وليس فقط في العاصمه كيف تبدو لك جمعه الغد؟
أنا أرى أن هناك يعني إصرار من الشعب الجزائري على التغيير، إصرار على أن لا تذهب انتفاضة فبراير 2019 يعني بدون نتائج، بدون هو في الحقيقة من نتائج هذه اللحمة بين الشعب الجزائري، هذا الاستمرار، هذا الإصرار. لكن هو يرى أنه بهذه الوجوه، خاصة الصدمة لما يشوف الوجوه الخمسة ويرى أنها كانت بنظام بوتفليقة، وهذا الشيء يعني بعد 10 أشهر ثم يأتي رئيس يعني كان في منظومة النظام يشعر أنه لا شيء تغير، لكن الأمل موجود، الأمل موجود. وبالمناسبة يعني أنا رأيت حتى المترشحين يعني للرئاسيات، يعني شفت تصريح تاع تبون يقول نحقوا مطالب الحراك والحراك لازم يستمر، تصريح بن قرينة يقول لازم الحراك مستمر. يعني هناك إجماع على أنه هذا الحراك السلمي الحضاري يستمر يعني بشكل حضاري، بشكل لأنه كما قلت الشعب الجزائري ليس له يعني الأصوات تتكلم باسمه، ما كانش يعني لا مجلس شعبي وطني، لا مجلس أمة، لا أي مجلس، ليس هناك يعني حتى المجالس المنتخبة على المستوى المحلي لا تمثل الشعب الجزائري، لأنه النظام دأب على التزوير، دأب على تقديم أرقام يعني خيالية غير حقيقية. هذه الاستمرارية بشكل سلمي، بشكل حضاري، وبشكل يعني موحد، يعني الحمد لله أن هناك وحدة بين جميع فئات وبين جميع ولايات الشعب الجزائري، وحدة في الشعارات، شعارات تكون يعني إذا كانت تلمية الحراك كذلك تلمية الشعارات تكون شعارات تعبر عن المطالب بشكل يعني مقبول. والحمد لله أن حتى الشباب يعني الجامعي، طلبة الجامعة اللي هي النخبة التي تحملت في وقت الثورة التحريرية مسؤوليتها وكانت رائدة، هي كذلك الآن وهذه عندها دور في الترشيد ودور في إعطاء الصورة الحضارية كذلك لمطالب الشعب الجزائري. نعم. وشكرا يعني. أشكرك جزيل الشكر سيد كمال جمازي القيدي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. أستاذ مصعب حمودي، في محور أول محور الإعلام يجب أن نتطرق معك إلى محور الإعلام، ما قام به الإعلام اليوم أيضا، يعني لا أجد كلمات أصفه به في قضية التنكر لواقع الحال اللي كان موجود في الشارع والترويج لوهم سلطة الأمر الواقع. كيف راقبت أيضا أداء القنوات الرسمية وشبه الرسمية اليوم؟ طبعا القنوات الرسمية وشبه الرسمية هي في دورها الذي اعتدناه والذي كان منتظرا منها، تزوير، ولكن ذهب يعني إلى درجة الفحش، يعني تزوير فاحش، يعني أنك تأتي بصورة أشخاص هم في رحمة الله من انتخابات سنة 2014 أو من فبركات يعني وتركيبات لنفس الصورة وتغيير فقط اسم الولاية، ففضاعات يعني، وهذه ما تعطي جرعة إضافية إلى من هم في الحراك لكي يجابه مثل هذا النظام، لأنه لا يستطيع حتى التغيير في سلوكياته ويبقى يغذي نفسه بالرداءة. لكن هناك شق آخر بالمناسبة، وهو الإعلام العالمي أو فلنقول خاصة الشرق أوسطي الذي هو متخندق مع النظام. فهنا أصبح أنه النظام له عدة سلطات يحاول أن يضرب بها الحراك، القضاء، الشرطة، وزاد عليها بعض القنوات التي من المفروض أنها حيادية وما إلى ذلك، فإذا بها تصبح عصا في يد النظام ليحاول ضرب الحراك بها، ولكن لم تأتي أكلها، وذلك بفضل ماذا؟ بفضل الإعلام البديل. الآن السلاح الفتاك الذي يمتلكه كل حراكي هو هاتفه النقال،
يعني الصورة تصل، الحقائق تصل، الجزائريون أبدعوا في ما سمي بالفار بحيث أنهم يستطيعون كشف الحقائق وبتها وتصحيح رداءة النظام. فلذلك نحن متأكدون ومتيقنون ونقولها عن قناعة أن سلطة الأمر الواقع لا يمكن أن تصمد أمام سلطة واقع الأمر، وواقع الأمر هو أن هذا الشعب في ثورة سيذهب بها إلى بر الأمان وسيواصل في مواجهة هذه الطغمة، سيصعد وسيرتفع السقف، سنرى ذلك منذ غد في الجمعة المقبلة، سيزداد السقف لأنه هذا الشعب علينا أن نفهم أن هذا الحراك أرجع إليه الحياة، هو كان شعب ميت غلبت عليه المهانة، أصبح الشباب الذين نترحم عليهم يركبون قوارب الموت، يركبونها وهم يعرفون أنهم قد يموتون، وعم اليأس والوهن في الشعب، فإذا بهذا الحراك يرجع الأمل ويعني تخرج زهرة أمل لتدفع بهذا الوطن إلى الأمام. فلذلك لا مكان للرجوع، ستتواصل الأمور كما هي في تحدي سلطة الأمر الواقع، خاصة وأنها متخبطة، تخبط قيادة الأركان واضح جدا. فما يجب على الحراك هو الغلظ عليها أكثر، تنويع أساليب حرب العنف أو السلمية حتى ترضخ إلى واقع الأمر، وهو أن الشعب هذا سيفتك حريته، خاصة وأنه استحضر رموز التحرير، رموز أجدادنا الذين كافحوا المستعمر، مستعمر الغد خرج وسيخرج كذلك هذا المستعمر. نعم. هذا يجرني لما كان يقول الحر الآن من العاصمة، وهو يتحدث عن إصرار الحراك غدا الجمعة 43، غدا يتحدث عنها اليوم الجزائريون وهم يحشدون لها وقاعدين يكتبوا في الشعارات، كيف تبدو لك هذه الجمعة؟ ستكون يوما مشهودا ورائعا، لأنه مغامرة قيادة الأركان أنها جاءت بوجوه فظيعة، وجوه فساد، وقالت أنها ستصلح بها، يعني أسوأ إخراج ممكن، أسوأ سيناريو اختارته. فلذلك ستكون هناك جماليات رائعة، ستكون ممكن وأجزم بذلك، ستكون مظاهر للنكت، لصياغة الشعارات جديدة، سيكون هناك تهكم من الرئيس الذي يمكن أن يعلن عنه، أو حتى لأني لا أظن أنه سيكون هناك دور ثاني، وستكون المجابهة، هذا هو الأمر. يعني النظام ورط نفسه بكل المقاييس، وضع نفسه في زاوية ليست لديه رؤية، فعليه أن يواجه الملايين ويبقى في مواجهتها حتى يخضع. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصعب حمودي الباحث والأكاديمي على هذه المشاركة معنا، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من باريس. مشاهدينا الأعزاء، الكل يتفق أنه لأنه المؤشرات اليوم كانت مؤشرات بارزة بأن مثل ما ذكرناها أمس في التحليلات، بأن منهجية التكتيك اللي يستعمل فيها النظام أدواتها بالية وأساليبها بالية، شكلها ومضمون بالي، وهي من صندوق النظام القديم يعني اللي استعملها سواء في الستينات في السبعينات وأيضا في الثمانينات وقت الشاذلي، نفس يقولوا نفس العادات، وما قدرش يتركها هذا النظام، واستعملها طور منها شوية خلال التسعينات في العشرية الحمراء وجاب بها زروال واستعملها مع بوتفليقة، وما زال يستعملها أربع عهدات مع بوتفليقة، ويظن أنه يستطيع أن يستعملها الآن، وكأنه لا يعلم ولا يعي أو لا يريد أن يعلم بأننا في ثورة سلمية. غدا الجمعة 43 ستكون للشعب ردة فعل، ستكون للشعب أجوبة عن تكتيك السلطة. إلى اللقاء.